اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جاء ذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان المنعقد في مدينة إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات والتطورات في المنطقة.